صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن فلانا يصلي من الليل ثم إذا أصبح سرق. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سينهاه ما تقول. وفي رواية: ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. نحن نعلم أن من فوائد الصلاة أن الله عز وجل يغفر ذنوب العبد الذي يقيم هذه الفريضة العظيمة. من فوائدها أيضا أن الإنسان يطمئن ويقترب من الله عز وجل. والصلاة لها فوائد أخروية ودنيوية، فمن هذه الفوائد ما ذكره الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنه إذا الإنسان أدى الصلاة، هذه الصلاة إذا أداها كما شرعها الله، أدى حقوقها، أقام شروطها وأركانها وخشوعها وركوعها وسجودها، إذا صلاها الإنسان كما شرعها الله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة تنهاه عن المحرمات. فإذا من فوائد الصلاة تقويم سلوك الإنسان، الصلاة تقوم سلوك الإنسان، تقوم أخلاقه، لا يأتي الفحشاء، لا يأتي المنكر، لا يظلم الناس. ففي الحديث هذا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الرجل يصلي في الليل ثم إذا أصبح سرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال قل له لا يصلي، قال ستنهاه صلاته. وفي رواية سينهاه ما تقول، إن هذه الصلاة إذا أثرت فيه تأثيرا، التأثير الذي ينبغي، إذا أداها كما ينبغي ستؤثر فيه. هذه الصلاة إذا أداها وأدى حقوقها وأداها كما ينبغي ستؤثر فيه وسيترك هذا المنكر وهذا الحرام. إذن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ستنهاه صلاته. فالصلاة إذا أداها الإنسان بخشوعها وبتمامها وبأركانها وبسجودها وبركوعها إن شاء الله تعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة تقوم سلوك الإنسان لا محالة. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.